خلونا بقى من المانجا دلوقتي نتابع معاكم متوسط اسعار صرف العملات الرسميه، والنهارده هنبدا معاكم من الدولار الامريكي واللي بيوصل سعر البيع ل 19 جنيه و17 قرش، سعر الشراء 19 جنيه و10 قروش، اليورو 19 جنيه و51 قرش للبيع، 19 جنيه 42 قرش للشراء، الجنيه الاسترليني 23 جنيه و10 قروش للبيع و23 جنيه للشراء، فرنك سويسري 20 جنيه و15 قرش للبيع، 20 جنيه و6 قروش للشراء. اليوان الصيني 2 جنيه 82 قرش للبيع و2 جنيه 81 قرش للشراء، ريال سعودي 5 جنيه و10 قروش للبيع و5 جنيه و8 قروش للشراء، دينار كويتي 62 جنيه 52 قرش للبيع، 62 جنيه و19 قرش للشراء، واخيرا الدرهم الاماراتي 5 جنيه 22 قرش للبيع و5 جنيه و19 قرش للشراء. اسعار الذهب النهارده هنبدا معاكم من عيار 18 اللي بيسجل للجرام 921 جنيه، عيار 21 1075 جنيه، عيار 24 1229 جنيه، واخيرا الجنيه الذهب وصل ل 8600 جنيه. بالنسبة لحالة الطقس النهاردة هناخدكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس، ولسه في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والطقس لسه مكمل في شدته وهيكون رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، لسه في ارتفاع في معدلات الرطوبة بالنهار وده اللي هيزود الإحساس بالحرارة عن المتوقع بحوالي درجتين لأربع درجات. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 36، وأعلى درجة حرارة هتكون في الوادي الجديد 43، وأقل درجة حرارة في دمياط 31 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.